السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. حنايا اليوم ايضا غادي نتكلموا على واحد العشبه الظاهر انه مجموعه ديال مستمعاتنا سمعوا انها سحريه وانه عندها مفعول للزياده في الوزن. هناك الكثير من السيدات اللي كيتشكاو من النحافه من ضعف الوزن خلال شهر رمضان، واللي كينتظروا منك دكتور عماد انك تفيدهم في هذا الباب. واش الكثيره فعلا كتصلح للزياده في الوزن؟ والكثيرة اللي هي من المواد الطبيعية اللي كانت كتستعمل مش حالة هذه في هذا المشكل هذا، ولكن ماشي كدير واحد زيادة في الوزن، بالعكس كتعطي واحد الانتفاخ. زيادة في الوزن كتزيد واحد شوية ولكن ماشي بديك الطريقة السحرية. غير هو دابا المشكل ان الكثيرة هي مادة طبيعية اللي كتجي من الأشجار، اللي هي كتكون عبارة على بحال الحجيرات كتجي من الأشجار، ولكن مع الأسف ان دابا في الأسواق كاين المواد اللي كتباع على أساس انها الكثيرة، لان الكثيرة الحقيقية هي مادة طبيعية، ولكن كاين المواد اخرى اللي كتشبهها، والكثيرة كتكون كتشبه يا اما داك الطلح اللي كيكون في داك الصمغ ديال الطلح اللي كيكونوا كيصايبوا فيها اتاي، او كتكون كتشبه اللون ديال الشبة، ولكن ماشي هي الشبة. إذن هنا خصنا نردوا ليها البال. طريقة الاستعمال اللي كيستعملوها الأخوات، فكناخذوا واحد المعلقة صغيرة ديالها وكنديروها في كاس صغير ديال الحليب، لأنها كتطلق الحليب وبحال كتروب الحليب، كتعطيه بحال كيولي داير بحال ياغورت، وكنخليو يعني كنفيضوا الحليب كنخلطوا فيه هذه المادة، كنخليوها واحد ساعتين حتى كتطلق، وكيشربوها من الليل. غير هو اللي بغيت نقول لكم أننا ما خصناش نكثروا منها، ما نفوتوش واحد الاستعمال ديال شهر. كذلك أن الاستعمال المفرط ديال الكثيره كيمكن يضر بالكبد ويمكن يضر بالكلاوي. بشرى كتسولك واش عندها شي اضرار؟ نعم بالفعل، الا كثرناها بزاف فهذه مكونات مركبات اللي كيكون فيها المركبات معقده اللي باش كتكون، وهاد المركبات مالهم الا مشاو لنا للكبده فصعيب ان الكبده تخلص منهم، كيبقاو حاصلين فيها، ومع المده كيمكن ياثروا لنا على الكبد، واي حاجه غتاثر على الكبد مباشره غتاثر لنا على الكلاوي ديالنا. خديجه كتسولك على طريقه الاستعمال ديال عشبه الكثيره، قالت لك نصحوها ديرها مع الحليب من بعد السحور، واش هذه هي الطريقه صحيحه؟ نعم، فغادي ناخذوا كما قلنا معلقه صغيره ديالها مدقوقه، وكنخلطوها مع كاس صغير ديال الحليب سخون، وكنخلطوها كنخليوها ساعتين وكنشربوها. ولكن انا كنصح الاخت انها تشربها في بعد الفطور، يعني بعد الصلاه ديال التراويح تاخذها بديك الفتره، ما تاخذهاش مباشره بعد السحور باش تخليها تخدم. واش الكثيره كتمازج ايضا مع الحليب ديال الصوجه؟ لا، خص الحليب ضروري يكون الحليب العادي، الحليب اللي كناخذوا، لان البروتينات اللي كاينين في هذاك الحليب هي اللي كتجمع مع الكثيره وكتعطي ديك الفائده. واش السيدات يبقاو يستعملوها حتى من خروج شهر رمضان، يعني شحال المده؟ نعم، فانا قلت ما نفوتوش الشهر في الاستعمال ديالها فقط. من بعد رمضان شنو كتخدم، مره زوج في اليوم؟ دائما كناخذوها مره واحده في اليوم. نعم. في منتصف النهار باش كنخليو الوقت اننا كناكلو موراها، وكنخليو الذات انها كتحرك، لان ما خصش الذات تكون مرتاحه. نعم، عندنا كذلك اسئله الاخت سعاد والاخت امل اللي وعدتهم انه غنوصلوها لك. سعاد من الدار البيضاء اللي كتسولك على وصفه اللي كتضعف الوجه، وامل اللي كتسولك على الشعر الزائد اللي عندها في الوجه بكثره من جهه اللحيه ومن جهه الذقن ديالها، وقالت لك انها من بعد ما كتحيدوا بلاسيغ كينوضوا لها حبيبات، باش تنصحها دكتور عماد؟ نعم، فالنصيحه اللي غنصح الاخت بعدا ان وكاع الاخوات بعد ازاله الشعر ضروري خصنا نبردوا البلاصه اللي كنديروا ازاله الشعر. علاش؟ لان الدوره الدمويه كتكون مركزه في ديك البلاصه، والا خليناها ما بردناهاش كيمكن تعطينا هذه المشاكل ديال الحساسيه. ثانيا، دهنوا بالزيت ديال الورد، دائما تكون معنا الزيت ديال الورد حتى هي عندها منافع كبيره لعلاج هذا المشكل هذا. التقليل من الشعر، فكما قلت غادي ناخذوا الزيت ديال القرقاع وناخذوا الزيت ديال الزعتر. اذا زيت الزعتر وزيت القرقاع كنخلطهم في قيم متساويه، معلقه كبيره من كل زيت كنخلطهم. بعد ازاله ديال الشعر وبعد ما بردناه وبعد ما درنا زيت الورد اللي هضرنا عليها، حتى نبغيو نعسو وكندهنوا في البلاصه اللي عندنا فيها الشعر، وكنبقاو كندهنوا فيها دائما، والشعر كيولي كينقص وكتولي كتنقص الحده ديالو. عندنا كذلك السيده اللي كتسولك على وصفه اللي غادي تضعف الوجه. نعم، فالوصفه باش نضعفوا الوجه غادي ناخذوا خل التفاح وغادي ناخذوا زيت الزيتون. اذا خل التفاح كناخذوا معلقه كبيره وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، كنخلطهم مزيان،
كندهنوا بهم البشره ديالنا بواحد المساج ديال 10 ديال الدقائق، كنخليو 20 دقيقه هي نص ساعه في كل شيء، وكنغسلوا. العمليه كنديروها يوميا بالليل وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يضعفوا ماشي الوجه، ولكن ربما من جهه اللحيه كيف كنقولوا بالفرنسيه السيده كيقدر يكون عندها ان دوبل ولا ان تريبل مونطون، وهذه واحد المساله اللي كتطور مع السنين. كاين سيدات اللي كيحسوا بانه كاين ارتخاء على مستوى الدوره ديال الوجه وعلى مستوى العمق ديالهم. شنو هي الزيت اللي ممكن السيدات تبقى تماسي بها ضد التجاعيد وفي نفس الوقت كتعطي دائما ديك المرونه ديال البشره؟ فالزيت اللي كنصح بها هو واحد الخليط ديال جوج الزيوت، غادي ناخذ زيت لافوكا وزيت التين الشوكي، يعني زيت الويل دو فيك دبابري، زيت الهنديه معلقه كبيره من كل زيت، وهذه كتولي السيده كدهن بها كل ليله وكتداوم عليها دائما، لا بالنسبه للسيدات ولا كذلك بالنسبه للاخوات في اي سن. اذا كنخلطوا قرعه ديال باش نعطيكم العبار اللي غيصلح لكم، قرعه ديال التين الشوكي، ديال زيت التين الشوكي يعني زيت الهنديه، وقرعه ديال زيت لافوكا، تخلطوهم مزيان وغتوليو كتاخذوا شويه في يديكم وديروا به مساج على الوجه ديالكم، تماصيو واحد 10 ديال الدقائق وتباتوا بها وداوموا عليها دائما. وهذه كتصلح للسيدات باش انه حتى ديك على مستوى العمق السيده ما كيبقاوش يبانوا لها تجاعيد او ارتخاء او ترهلات. نعم. معنا على الخط فاتحه من الدار البيضاء. السلام عليكم فاتحه، غادي ناخذوا اسئله مستمعاتنا اللي على الخط، وداك الشيء علاش خاصنا نعملوا سؤال جواب ونكونوا عمليين. فاتحه حياك الله. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللهم لك الحمد. كنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. الجهود وهاد لي غوشيرش اللي كيدير الدكتور عماد باش يعطينا وصفات الافيكاس. الله يبارك فيك، هذا واجب. الله يخليك. الله يجازيك الدكتور عماد. بغيت نسولك على واحد البنيه عندنا عندها 9 سنين وبداها البرص في رجليها. وبغينا الله يخليك واحد المهم، حنا عرفنا بان الستات البرص ما كيتداواش، ولكن بغينا نحدوه ليها، نحدوه يلاه بدا فيها. نعم، وشكون اللي قال لكم على البرص؟ الطبيب ديالها؟ البنيه ما كايناش هنايا في المغرب، كاينه في كندا. نعم. وماماها دارت ليها هذا، دات عند اختصاصيين وداك الشيء. الا كونفيرمي بان سي البرص. الفيتيغليكو، واخا. اذا باش تفادى هذا المشكل هذا، باش نحاولوا نحبسوه طبيعيا. وكنشكرك بزاف لان قلتي واحد الحاجه انه ما كيتعالجش، لان كاين بزاف ديال الناس كينصبوا على الاخوات كيقول لهم العلاج الفعال ضد البرص. هذا الشيء ممكن غير الشباب العاديين كيقولوها، ولكن جو حنايا في الدومين وعارفين بان المسائل بان راه ما كايناش، دونك ما خطقناش بداك الشيء اللي قالوا لينا، دونك خصنا شي حد اللي يكون فريمون واعي وعارف بهذه المسائل. وكنشكركم على الثقه. الله يبارك فيك. البنيه باقا صغيره، ما بغيناش نعطيها شي حاجه تشربها اللي تعود ما تكون شي حاجه ديرماتولوجي تولي شي حاجه بلي كغاف. فهمت اختي. اذا كنفضلك الاستاذ عماد باش تنصحنا على كذا. الله يبارك فيك. انا خوك اختي وخو كاع الاخوات اللي كيتصنتوا ليا، انت غادي تاخذي الزيت ديال الكبريت وزيت ديال مرد الدوش، زيت الكبريت وزيت مرد الدوش وزيت الخزامه. زيت كبريت كناخذوا منه معلقه كبيره، زيت مرد الدوش وزيت الخزامه كناخذوا جوج معالق كبار من كل زيت، غادي تخلطوا مزيان وغادي نوليو كناخذوا شويه منهم، وغادي يولي كتدهن الرجيله ديال البنيته كامله. وكذلك هذه الوصفه كتصلح كاع الاخوات اللي عندهم وليداتهم صغار بداهم هذا المشكل هذا ديال البرص، فيدهنوا لهم بهذا الخليط هذا ويديروا به واحد المساج ديال 10 دقائق ويخليهم يباتوا به، ما تخافوش منه. غير تاكدوا ليا الله يجازيكم بخير ان هذوك الزيوت تكون زيوت طبيعيه 100% وتبقى مداومه عليه دائما، يعني على الاقل واحد المده ديال 5 شهور 6 شهور 7 شهور ماشي مشكل، وهنا البرص غادي يولي كيتناقص وما يبقاش كيطلع للاماكن الاخرى. والله يشافي البنيته والله يشافي كاع وليداتنا اللي عندهم شي مرض. امين امين يا رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا. الله يخليك، كنت سمعت واحد الوصفه ديالك ديال تساقط الشعر. فيها خل التفاح ونواد كوكو فيها خل التفاح ونواد كوكو وشي زيت اخرى اللي ما عقلتش شنو هي. واخا، شنو المشكل عندك اختي في الشعر ديالك؟ غير شويه دابا ما عرفتش، سي با لا بيريود دابا اللي تيطيح فيها الشعر، دابا ماشي وقت اللي نورمالمون في الخريف فين تيبدا يطيح.
لا حسب لا حسب شنو كيفاش الانسان كيتصرف. يعني انت هي الهيئه ديال كيفاش دايره كيفاش كتاثري مع الوقت واش كتعصبي. السؤال المهم اللي كطرحوا علينا الاخت صوفيا فعلا واش الشعر عنده واحد الفصل اللي كيتساقط فيه كنعرفوا الخريف كيكثر ولكن واش دابا ايضا الوقت اللي ممكن يطيح فيه الشعر؟ اكيد لان ما نساوش ان هذا الوقت هذا دابا تبارك الله كاين الدرك وكاين الشهر المبارك يعني كاين الشقاء كاين الانسان ما كينعش مزيان كاين ان الانسان كيتوتر فهادو كلهم كيمكن لهم ياثروا لنا على المشكل ديال الشعر. وحنا غنزيدوا نستافدوا منك دكتور عماد ونجاوبوا عليك صوفيا وعلى كل الاخوات المستمعات من بعد الفاصل. ونتمنوا دائما انه فعلا كنفيدكم. معنا الاخت صوفيا اللي سولاتك على تساقط الشعر وقلنا كاينين ظروف وعوامل كاينين فترات. نعم بالفعل لان كما كنقول دائما ان الاخوات هي واحد الباقه ديال الهرمونات وباقه ديال المشاعر فهكا تخلقات المراه عند الله سبحانه وتعالى فكما تاثرات في الحياه اليوميه ديالها هذا الشيء كيمكن له ياثر لها لا على البشره ديالها ولا على الشعر ديالها. اذا فعلا اذا كان عندك واحد التوتر الا ما كنتي ما كتنعسيش مزيان الا كانت التغذيه ديالك ما مقاداش الا كان مثلا شي مرض كذلك إذا كان الإنسان كيعاني من شي مرض فهذا الشيء كامل كيأثر على الشعر وما عندوش علاقة بالفترة. فعلا أن مثلا فصل الخريف لأن احنا كنعتبروا واحد المنظومة طبيعية أن الإنسان بحاله بحال الشجر ملي كتوصل لهذيك الوقيته تجدد الخلايا وداك الشيء اللي قديم كيطيح وكيتعاود عاوتاني يعني كنمشيو حتى حنا مع الفصول. ولكن في هذه الحالة ملي كيكون بحال التساقط ديال الشعر بدا فباش نعالجوه باش نحاولوا نحميو راسنا من هذا المشكل هذا كيمكننا نديروا بزاف ديال الوصفات. من هذه الوصفات هذه كيمكننا ناخذوا هذه الوصفه اللي كناخذوا فيها خل التفاح. نعم اذا نعطيوها الوصفه ديال خل التفاح. اذا خل التفاح زيت الكوكو يمكننا نزيدوا معها زيت لافوكا وزيت الذره. اذا نعاود خل التفاح زيت الكوكو زيت لافوكا وزيت الذره. خل التفاح كناخذوا جوج معالق كبار زيت الكوكو وزيت لافوكا وزيت الذره كناخذوا معلقه كبيره من كل زيت. اذا هاد المكونات هذه كامله كنخلطوها في حمام مريم حتى كتخلط مزيان وكنشقوا بها شعرنا مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج ديال المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور وان شاء الله في الشهر الاول كتولي كتبان النتيجه. عندنا الاخت رجاء من مراكش. السلام عليكم رجاء. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور لاله سعد اش اخبارك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مبروك عواشركم وعليك وعلى الدكتور عماد والطاقم ديال الاطفال. انا وعليك اختي الله يبارك فيك. عرفت عندي واحد جوج الاسئله الله يخليك. مرحبا. عرفت ان عندي 19 عام دابا وقررت نكون المهم بقى عندي حطوا المتر و 50 وفي العندي عندي 47 كيلو. كنت سمعت واحد الوصفه ديالك ديال الزياده الطول اللي كياكلوها قبل من توصل 21 عام وما كملتش المقادير ديالها. ماشي مشكل. معلقه صغيره ديال زيت الارز الزيت الطبيعي ديال الارز معلقه صغيره تاخذيها ثلاثه المرات في النهار بعد الفطور بعد العشاء وبعد السحور بنص ساعه. وشكرا. عرفت عندي واحد لاطرال ديال الحركه هادي خلصني تكبت عليا الزيت ديال القلي وكتبت ليا بحال شكل البصه في يدي. نعم فقط تاخذي معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل وجوج معالق كبار ديال العسل الحر غتخلطيهم مزيان في حمام مريم تيتخلطوا وديك الكريم اللي حصلتي عليها غتولي ديري بها مساج مده ديال 10 دقائق وتخليها 30 دقيقه ومن بعد تغسليها وداومي عليها يوميا ان شاء الله مده ديال 3 شهور وهذيك لاطراس غادي تولي كتغبر. وما يكون غير الخير ان شاء الله. حنا مواصلين معكم من بعد الفاصل. مستمعين على راديو أصوات حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم. معنا دائما مستمعتنا على الخط وحنايا في تواصل دائم معكم على رقمنا 0522 77 24 24. خديجة من تيزنيت. السلام عليكم. ايوا خديجه السلام. خديجه
واخا في انتظار ترجع معنا خديجة، هي راه على الخط ولكن راه دايره حديث ومغزل. غادي ناخذوا جهاد من الدار البيضاء. السلام عليكم جهاد. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير. صباح الخير خسيس، انا لاباس. الله يبارك فيك. الحمد لله. كي داير خويا عماد المسعري؟ بخير اختي، كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. خويا عندي واحد السؤال اللي كشعر وانا تعيط وما كيشكيش الخط بزاف. ايوا الحمد لله واليوم شد، ماشي مشكل. اليوم نحلوا هذا المشكل. خويا استعمل زيت اللوز وزيت العنب لوجهي لاجل التسمين. اييه. بقيت كنحكها بزاف بزاف، خليتها تقريبا الليله كامله مده سيمانه. مع المده بحال نبضي التجاعيد ما كانوش عندي، نبضوا لي التجاعيد تحت عينيا. نعم قولي لي. وحداني فين والبشره ولات عندي حساسه بزاف. نعم قولي لي الزيت، قلنا زيت بذور العنب والزيت الاخر. زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو واخا. وهاد الزويت هادو منين خديتيهم؟ من الفرماسي. نعم. والطريقه ديال الاستعمال ديالهم كيفاش حكيتيهم؟ ما فهمتش حكيتيهم. كدرتهم هكا ما سيتهم فوج، كندلكهم على شكل دائري. وتدلك كيفاش كان؟ شحال دلكتيهم؟ شحال المده؟ تقريبا ما حسبتش الوقت. شحال وانت كدلكي؟ شحال وانت كدلكي؟ ولكن كدلكي واقيلا بغيتي تحيدي الجلده. لا تقريبا بحال. وحنا تفاهمنا دابا. اذا بعد اولا شوف اولا اختي، التدليك هو اللي دار لك بعد المشكل ديال الحساسيه، ولا حيت الطريقه ديال التدليك، حيت لا الزيت ديال غنشرح لك. هذيك البشره الرقيقه اللي كتكون بريه وما بقاتش عندي. واه فهميني نقول لك، فهميني. دابا زيت بذور العنب ياك؟ وزيت اللوز الحلو، بجوج بهم زيوت اللي ما عندها حتى شي علاقه بالحساسيه، فهمتي؟ كون هضرنا مثلا على الزيت ديال القرفه، كون هضرنا على الزيت ديال الخزامه، الا ما تستعملاتش بواحد الطريقه طبيعيه، الزيت ديال اليازير، فهمتي؟ الزيت ديال الزعتر، الزيت ديال الحامض، فهادو كلهم زيوت كيمكن لها تعطي الحساسيه. اما الزيت ديال بذور العنب ولا زيت اللوز الحلو، الا خلطناهم ما غاديش يعطيونا مشكل في البشره ديالنا. اذا الطريقه بعدا ديال التدليك، لان شنو كنقول انا؟ كنقول كندير واحد التدليك خفيف ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، وكنخليوها 30 دقيقه وكنغسلوها. اذا ما كنفوتوش كاع ساعه، حتى اقصى حد ساعه ما كنباتوش بهم. شنو باش كنباتو؟ كنباتو بالزيت ديال اللوز الحلو. اذا ردوا ردوا البال لهذه المساله هذه. وتحية لكم طبعا دائما بالدار البيضاء. غادي ناخذوا حسنة من الصويرات ومعيشة من أسفي. حسنة السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك على راديو أصوات. معك حسنة من الصويرة. متشرفين حسنة، تفضلي شنو سؤالك للدكتور عماد؟ بغيت نسول الدكتور عماد على حساب الوالدة ديالي كيضرها ركاب ديالها. إيه. كانت دوزت شعبان. أها. دوزت شعبان و وقال لها الطبيب باللي عندها غير بروده في رجليها، ودق لها واحد البره وخلف ليها الدواء وشربات ولا رجليها فيها، وعاوتاني شرات الدواء عاوتاني هاد الايامات وكتشرب وكتولي رجليها فيها فين كتحيدو خاش كتعطيها صداع. وقال لها الطبيب راه عندك سميتو عندك البروده في الركابي ديالك. واخا غير البروده في الركابي، هذيك الشوكه ما ضرب، ماشي الشوكه اللي ضرب اللي كتضرب في الركابي. ما عرفتش ودق لها في السخ ديالها الفوق. صافي نعم فحيت كاينه واحد الشوكه. اذا هنا الماء باقي في الركابي، ما كاينش الماء، ما تحيدش هذاك الماء اللي كيكون في الركابي، لان ديك الشوكه اللي كتكون كتعوض الماء كتضرب في الركابي. فهنا مشكل ديال البروده، مشكل ديال البروده. الله يشافي الميمه ولا يشافي كاع الميمات اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا ديال الروماتيزم وديال الحريق وديال البروده. فالوصفه اللي يمكن يساعدك خوك عماد ان غناخذوا الوصفه اللي كنقول دائما واللي كتعطي واحد النجاح كبير، اللي هي كافوره بلديه، معلقه صغيره ديال الزعتر، ومنطقة الصويرة تبارك الله راه فيها الزعفران الحور، إذا واحد 3 ديال الشعيرات ديال الزعفران الحور، وكاس صغير ديال زيت الزيتون. إذا كافورة بلدية، معلقة صغيرة ديال الزعتر مطحون، 3 الشعيرات حتى 4 ديال الزعفران الحور، وكاس صغير ديال زيت الزيتون. الخليط كامل كندوبوه في حمام مريم، كنخليوه يسخن في حمام مريم، وكنبداو نخلطوه باش كدوب لينا هذيك الكافورة وكتخلط هذه المكونات. كنخليوه من نهار حتى ليومين هذا الخليط باش يطلق في بعضياته. من بعد كنصفيو هذيك الزويته وكنوليو كندهنو بها من الليل الليل كاع البلايص اللي كيكون عندنا فيه الحريق ديال البروده. اذا كاع الاخوات اللي عندهم مشكل البروده في ركابي في المفاصل ديالهم كذلك كيحسوا بواحد البروده في الجهه ديال الريشه كنقولوا حنا، او في الجهه ديال الظهر او الكتف ديالهم الفوق، فهاد الماساج هذا كيصلح نديروه من الليل الليل وندوموا عليه، وان شاء الله غادي تلقى عليه الراحه المهمه وكاع الاخوات اللي كيعانيو من هذه المشكلات.
تحية لكم صويرة حسنة سلمينا على الميمة. معنا أخت عائشة من أسفي. السلام عليكم عائشة. السلام عليكم. صباح الخير، مرحبا بك على راديو أصوات. صباح الخير الله أخت، أنا شرف كبير لي أنا أدرى معك. الله يكبر بك. شكرا. شكرا لك أنت والدكتور عماد، غواش مباركة. شكرا. وحنا في الخدمة، أشنو سؤالك؟ مرحبا. السؤال ديالي هو أنا عندي صوت الوصفة الهندية وأنا حاملة في 5 شهور وقلت واش يمكن لي نديرها. معلوم كلك ديريها بطريقة آمنة ما تخافيش منها أختي. وعندي البنية عندها 3 سنين، واش حتى هي يمكن لي ندير لها ولا لا؟ حيت عندها الشعر خفيف. واخا. ما عمر. نعم يمكن لك تستعمليها يا اختي، غير قولي الوصفه الهنديه واش غتشقي بها شعرك ولا غادي تدهنيها مورا ما تغسلي شعرك؟ لا قبل ما نغسل شعري. طيب الله يعطيك الصحه، ما عندي ما نسالك صافي. باش ناكد عليك، لان كانت واحد الاخت استعملتها مورا ما غسلت الشعر ديالها وعطاتها مشاكل في الشعر. لكن غير بغيت نتاكد واش لا. كوني هانيه ان شاء الله ما تخافيش كاع الاخوات اللي حاملات الله يفكهم على خير، يمكن لهم يستعملوا الوصفه الهنديه، وكذلك وليداتنا وبنيتاتنا الصغار ما يمكنش مشكل، يمكننا نستعملوها لهم. الله يفك وحيلك على خير ونفرحوا بك ان شاء الله. اخت عائشه تحيه كبيره لكم باسفي. الاخت وصال كتسولك دكتور عماد، اش ممكن دير الزوج ديالها عنده مسمار الكيف رجله، وشنو هي افضل زيت اللي تدهن بها المراه الحامل؟ نعم، فبالنسبه للمشكل ديال مسمار الكيف الله يشافي كل واحد، لان كيعطي واحد الالام واحد الحريق كبير، ف خصو بعدا يرطب، وعاد كنعطيوه مواد اللي كتكون مضاده للبكتيريا. فشنو غنستعملوا؟ غادي نستعملوا زيت الثوم، يعني زيت الثومه، زيت الخزامه، زيت الكبريت، وغادي ناخذوا زيت الكوكو وزيت وشمع النحل. اذا باش كنصايب واحد الكريمه، اذا زيت الثوم، زيت الخزامه، زيت الكبريت معلقه كبيره من كل زيت، زيت الكوكو كناخذوا منها 3 المعالق كبار، وشمع النحل 4 ديال المعالق كبار. هاد الخليط كامل كندوبوه في حمام مريم وكنبداو نخلطو حتى كيدوب هاد الخليط كامل وكيتخلط مزيان بحال كتخلطوا الكيكه. اذا وكنحطوه ملي كيبرد كنحصلوا على واحد الكريمه، هذيك الكريمه اللي كنحصلوا عليها بعد ما كنغسلوا رجلينا بالصابون ديال الحجره وكنشفوها مزيان، كندهنوا بهاد الكريمه كنديروا بها مساج يوميا، وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور حتى 4 شهور، وان شاء الله في الشهر الاول كتولي كتبان النتيجه، لان المسمار كيف شويه كياخذ الوقت في العلاج ديالو. ديال الاخت سكينه اللي كتسولك على الحبوب اللي كان عندها في الوجه وخلالها البشره مثقبه، شنو هي الوصفه اللي ممكن نساعدها بها؟ واسئله اخرى غادي نجاوبوا عليها دائما. كان طلب عندي اليوم شنو هي الوصفه الطبيعيه، شنو هي المشروبات اللي ممكن كل سيده تحضرها في البيت واللي تكون كتكافح التعب؟ حنا دابا في منتصف شهر رمضان، مازال ان شاء الله عاد غادي ندخلوا في العشر الاواخر، والناس دابا في هذا الوقت هذاك بداو كيحسوا بالتعب، قله النعاس، داك التغيير طبعا الاوقات الاكل وغيره. خصنا نكونوا عندنا القوه والجهد باش ان شاء الله نعاوتاني نأديو يعني المناسك ديالنا على احسن وجه خلال العشر الاواخر ونعيشوها ونستعدوا ليله القدر المباركه. فشنو هي الاعشاب؟ وانا كنعرفك دكتور هيما تبارك الله عليك ضابط الاعشاب والاسرار ديالها. كنتكلموا عاده على واحد العشبه اللي هي الحبق البازيليك. نعم. واللي كترفع من المناعه واللي كتقوي الجسم. الا طلبت منك تعطينا مثلا بحال دي تيزان اللي نوجدوهم في البيت بعشبه او جوج لا اكثر. نعم، ف من المواد الطبيعيه اللي يمكن تعاوننا كاين واحد النبته اللي كتكون عند القلاي، وكاين كذلك واحد النبته اللي كتكون عندنا في الدار بعض المرات اللي هي عرقسوس. فعرقسوس عنده فوائد كبيره، انه كيرفع المناعه، وانه كيساعد الجسم ديالنا باش كيرجع داك العيا اللي كيمشي منه بواحد الطريقه سريعه. فعرقسوس كيمكننا ناخذوه هو، او نزيدوا معاه مثلا واحد الورقه ديال سيدنا موسى، اذا باش كنرفعوا من المفعول ديالو لوغي نوبل. اذا ورقه ديال سيدنا موسى، معلقه صغيره ديال عرقسوس مطحون، وكنخويو عليها كاس صغير ديال الماء مغلي، كنخليوه يطلق على خاطرو وكنشربوه بعد يعني ما بين الفطور وما بين السحور، شوفوا الوقيته اللي كتناسبنا. اذا حتى كنفوتوا الفطور بواحد الساعه ولا ساعه ونص، او من بعد
ما الانسان كيسالي الصلاه ديالو يمكن له ياخذ هذه الكاس هذا ويداوم عليها ان شاء الله في هذا الشهر المبارك، فمنها كيرفع عليه المناعه، منها كيساعد انه كيصفي الجسم ديالو، وثالثا انه كيساعد حتى كيقاد ليه المشاكل اللي كتجي جراء ان النوم كيتخربق وما كيبقاوش دوك الاضطراب، كيبقاش النوم غادي بطريقه طبيعيه. هذا المشروب كاس واحد، كاس واحد من كافي من الفطور للسحور كافي. نعم. ما يتخلط لا مع حليب لا مع عصير برتقال لا والو. لا والو، غنشربوه بوحدو بالماء، اذا كاس صغير ديال الماء كنخويوه. ممكن نعسلوه؟ ماشي مشكل، نزيدوا فيه واحد المعلقه صغيره ديال العسل، غير العسل، غير الماء خصو تيدفى شويه، لان دابا كاينه واحد الابحاث جديده ان العسل الا درناه في درجه الحراره مرتفعه مثلا مع الحليب سخون بزاف ولا مع الماء سخون بزاف كيمكن يضر بينا وكيمكن يتحول لماده سامه، اذا ضروري العسل خصنا نخلطوه بيكون دافي، الماء يكون دافي شويه ولا الحليب يكون دافي شويه. الله ينورك دكتور عماد. الله يبارك فيك. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل بومزوي شنو نصيحتك لهم؟ فمشكل ديال بومزوي هو مشكل عصبي، وكذلك باش كنخفوا هذا المشكل هذا غادي ناخذوا جوج ديال الحوايج، غناخذوا زريعه البسباس وغادي ناخذوا النعناع الصوفي. اذا زريعه البسباس معلقه صغيره، النعناع الصوفي معلقه صغيره، كنخويو عليه كذلك كاس صغير ديال الماء مغلي وطرق السبوله ديالو مزيان، ونخليوه يطلق واحد المده ديال من 10 دقائق حتى ربع ساعه، ونشربوا هذا الكاس نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد السحور، اذا جوج ديال المرات في اليوم، وخارج ايام الشهر المبارك يعني خارج ايام رمضان كناخذوه ثلاثه ديال المرات في اليوم بعد الفطور بعد الغداء وبعد العشاء. الاخوات اللي كيسولوك على تصفيه بشره الوجه والمسام مفتوحين باثار الحبوب، كذلك ليلى كتسولك على حب الشباب والاثار ديالو وتبييض البشره، بغات شي وصفه فعاله من عندك دكتور عماد. نعم، فبالنسبه لاتساع المسام والمشاكل اللي كتكون عندنا في الحبوب او مثلا الانسان كيكون عنده البشره فيها مشكل، فشنو كناخذوا؟ احسن حاجه غناخذوا التين الاخضر، غادي ناخذوا بيضه، غادي ناخذوا خل التفاح والدقيق ديال الذره. اذا الطين الاخضر، بيضه، خل التفاح ودقيق ديال الذره، معلقه صغيره من الطين الاخضر والدقيق ديال الذره، كنفقصوا فوق منهم بيضه، كنزيدوا عليهم ثلاثه المعالق كبار ديال خل التفاح، كنخلطوا هذا الخليط هذا، كنعجنوه، ومن بعد كنوضعوه ماسك على البشره ديالنا مده ديال نص ساعه، وكنغسلوه. العمليه كيمكن نديروها حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده من 3 شهور حتى 4 شهور. والتبييض البشره، تبييض البشره انا كنقترح عليكم واحد المساله، انا العصير اللي درت الاخت ديالنا اللي درت فيه الحليب ودرت فيه القرفه ياك ودرت فيه اللوز مطحون، فغتقولوا الدكتور عماد هذا الشيء غريب اللي كنسمعوا، لا بالفعل كنقول لكم انه يمكننا نستعملوا البشره ديالنا كذلك. علاش؟ لان الا خدينا القرفه فيها لوجينول وفيها ما يسمى بالكحول ديال القرفه، هاد جوج ديال المواد هذه عندها واحد القوه هائله في التبييض ديال البشره، ولكن صعب على البشره ديالنا. اذا ملي كنخلطوا القرفه مع الحليب، البروتين اللي في الحليب كيتصل لنا بهذه الماده هذه وكيخفف لنا منها وكيغذيها، زائد ماده الاميغدالين، وذاك الحليب كذلك اللي كتفرزوا لنا اللوز ملي كنطحنوه فهو كيكون كمرطب وكمبيض وكذلك كمغذي للبشره. اذا شنو هي هذه الوصفه؟ ذاك الحليب زائد القرفه زائد اللوز مطحون اللي تطحن، كناخذ واحد شويه في واحد الكاس كنخليوه ملي كنكونوا كنصايبوه شويه، وكنديروا فيه القطن وكندهنوا به البشره ديالنا كامله، وكنخليوه في البشره ديالنا ويمكننا نخدموه ما كاينش مشكل، ونخليوه من ساعه حتى لساعتين ومن بعد نغسلوه. وهذه العمليه هذه كيمكننا نداوموا عليها يوميا، فهو كماسك مرطب ومغذي للبشره ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه من البيض، الحساسيه ديال الهيستامين، الاخ عبد القادر كيسولنا، كان كيسول الاخت بشرى واش عندها شي وصفه ديال الكيك بلا بيض. انا بغيت نسولك انت الدكتور عماد، واش كاين شي وصفه للعلاج ضد هذه الحساسيه؟ فملي كتكون واحد الحساسيه فهي مساله عضويه، اذا هادو مساله جينيه اللي كتكون في الدس ديالنا والله خلقنا بها، اذا ما يمكنناش نبدلوها لان واحد الغده هي اللي كتكون كتحكم. وهنا انا الاخ كنقول انه يتجنب البيض نهائيا، لان شنو هي الحساسيه ديال البيض؟ راه يقدر ياكل غير شويه منه، يمكن تعطيه انتفاخ ويمكن تؤدي لا قدر الله للموت ديالو.